تحتفل هيئة البحرين للثقافة والآثار باليوم العربي للسياحة الذي يوافق اليوم 25 من فبراير بإطلاق سلسلة عروض موسيقية وفنية عالمية، وسط تأكيدات من الهيئة على أهمية تجسيد السياحة الثقافية من أجل التنمية المستدامة. وللمزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف مع الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار. مساء الخير معالي الشيخة، وماذا يعني لكم يوم السياحة العربية خاصة وأنه انطلق من المنامة منذ أعوام؟ مساء الخير. هذا اليوم الذي نحتفل فيه في كل عام بيوم السياحة العربي الذي انطلق حين كانت المنامة عاصمة للثقافة للسياحة العربية 2013. بعد عاصمة الثقافة تكرست المنامة عاصمة للسياحة العربية، ومنها انطلق هذا اليوم الذي عممته الجامعة العربية على جميع الدول العربية للاحتفال به كيوم للسياحة العربية. كما تعلمين هناك يوم مخصص السياحة العالمية 27 سبتمبر، و25 يوم عيد ميلاد ابن بطوطة أكثر أو أشهر رحالة عربي تم تكريسه للاحتفال بهذا اليوم. هناك دائما فعاليات وأنشطة تعذر إقامتها هذا العام بسبب الجائحة، لذلك على مدى سبعة أيام نتواصل بالعروض المسرحية التي تم استضافتها في هذه المناسبة قبل أعوام، وتكرست عنوانا لسياحة ثقافية مستدامة نسعى عبرها لتكريس الثقافة كعنصر أساسي للسياحة المستدامة، إلى جانب المشاريع الإنشائية التي نحققها سواء ما تم إنجازه في مشروع طريق اللؤلؤ أو في المحطة التي نستقبل العالم منها في إكسبو دبي المزمع إقامته في أكتوبر من هذا العام. نعم، عليكم كما تفضلتم وذكرتم أن العالم يعيش هذه الأيام جائحة أثرت على عجلة السياحة، كيف تقرؤون مستقبل السياحة قريبا في ظل هذه الجائحة؟ الوضع الحالي يعيشه العالم أجمع، ولكن دائما الأمن متقد والوسائل تبتكر لكي نواصل ولكي نعمل. وأعتقد أنه في السنوات المقبلة ستكون هناك آلية جميع الفعاليات، شئنا أم أبينا ما نتعرض له من أمور تستلزم منا وضع خطط مستقبلية والنظر إلى موضوع السياحة بصورة مختلفة. السياحة المستدامة هي أعتقد هي ما يميز الألفية التي نعيشها، وبعد ما مررنا به في هذه الجائحة هناك دائما وسائل جديدة وهناك طرق جديدة للتواصل ولإقامة ما تعذر إقامته فعليا في مثل هذه المناسبات التي اعتدنا عليها. نعم، البحرين تسخر بالكثير من المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي وهي أكبر جاذب للسياحة ثقافية نوعية. ما الجديد في على صعيد مسار اللؤلؤ في المحرق الذي أدرج عام 2012 على هذه اللائحة؟ هذه الفرصة وأثناء هذه الجائحة تواصل العمل في المشاريع الإنشائية، وربما في نهاية هذا العام يكتمل تقريبا 85% من المشاريع المخصصة كبنية تحتية لهذا المشروع الذي يمر على تقريبا 3.5 كيلومتر. هناك مواقف السيارات التي ينتظرها الجميع لكي تكون حلا لمشكلة المواقف في المحرق، المدينة العريقة التي دائما يشكو سكانها أو زوارها من قلة المواقف. هناك 4 مواقف للسيارات تنجز في هذا العام. هناك الجزء الشمالي والجزء الجنوبي من المسار اكتملت منه الساحات والتي تعتبر متنفسا للأهالي أو للزوار، ساحات خضراء بما يتوفر فيها من أماكن استراحة أو مياه أو ما يستلزم أي زائر للمدن القديمة للأحياء القديمة، إلى جانب البيوت التي تحكي قصة هذا المسار كلها جاهزة. وبالمناسبة أنتم مدعوين أيضا لزيارة الجسر الذي يربط مركز الزوار قلعة أبو ماهر في قلب المحرق والذي يعبر الشارع الرئيسي في جزيرة المحرق. نتمنى أن يكون وجهة لكل مواطن قبل أن نستقطب القريب أو الزائر أو السائح
نود أن نقول لكل مواطني البحرين أن أجمل آثار هي آثارك، أجمل بلد هو بلدك، أجمل ما يميزها هذه المواقع التي تدعوك لزيارتها، خاصة في هذا اليوم الذي تكرس عنوانا للسياحة الثقافية. بالتأكيد معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار، شكرا جزيلا لك.